أهلا بكم في الفيديو التعريفي بمعرض إيديوجيت في نسخته السابعة الافتراضية. هنتكلم في الفيديو ده عن معرض إيديوجيت من وجهة نظر الجامعات المشتركة، وهنتعرف على القوائم الرئيسية داخل لوحة تحكم كل جامعة. كمان هنتكلم في الفيديو عن مدخل الطلبة أو الزوار. هنبدأ الفيديو من خلال الموقع الرئيسي لإيديوجيت eduGate-eg.com. الموقع ده هتلاقوا فيه كل المعلومات عن معرض إيديوجيت في الدورات السابقة لي، وكمان هتلاقوا فيه ميديا وجاليري لكل الدورات السابقة. هيدخل الزائر من خلال ريجستر ناو على المعرض بشكل مباشر، هيفتح معانا صفحة يطلب منه تسجيل بياناته. بعد ما يسجل بياناته هيجيله ايميل على الايميل المسجل، وفي اليوزر نيم والباسورد المطلوبين للدخول. احنا كجامعات يهمنا لوحة التحكم اللي من خلالها نقدر نظبط البوز بتاعنا ونقدر نتواصل مع الزوار. هندخل من خلال online.educate-eg.com/company. هدخل بيانات الجامعة اللي مبعوتالي من اللوجن انفورميشن. على سبيل المثال هدخل بإيديوجيت. اول قائمة بتقابلني الداشبورد. الداشبورد فيها statistics بتساعدني على تحليل البيانات بتاعة الموقع بشكل سريع. اول تشارت عندي بتاع الفيزيتورز، وده بيصنف لي الفيزيتورز الاثنين، نورمال فيزيتور او ريجستر فيزيتور. النورمال فيزيتور هو الطالب اولي الامر اللي دخل المعرض من غير ما يسجل بياناته، وده مش هيقدر يتحرك كتير جوه المعرض لانه اي حاجة ليها علاقة بالتفاعل زي الشاتنج مع ممثل الجامعة هيحتاج انه اكون سجلت بياناتي، فساعتها هقدر استفاد ببياناته وهو هيتصنف عندي في ريجستر فيزيتور. تاني تشارت عندي بيمثل المسجز اللي جات لي اثناء فترة المعرض واللي قدر الطالب يبعتها لي فيها اتاتشمنت. تاني تشارت بعد كده اسمها applications، ودي بتمثل الطلبة اللي دخلوا على الجناح بتاعي وداسوا على زرار اسمه get offer. get offer زرار معمول مخصوص عشان نفرق ما بين الطالب اللي دخل يقرأ او يتكلم مع ممثل الجامعة وما بين الطالب المهتم بانه يحصل على offer من الجامعة دي، وده احنا بنسميه طالب محتمل. التشارت اللي بعد كده اسمه pie chart timeline، وده بيصنف الطلبة حسب الشهادات التعليمية. تاني قائمة رئيسية عندي اسمها Company Information، ودي من أهم القوائم اللي عندي. Company Information فيها معلومات عامة عن الجناح بتاعي، فيها اسم الجامعة، فيها اللوجو، فيها Visible Company Name، Location، فيها كمان الكونتريز اللي الجامعة ليها فروع فيها، وكمان البرامج اللي الجامعة بتوفرها. أقدر أضيف السلوجن بتاع الجامعة، أقدر أضيف بروموشن فيديو لينك من خلال اليوتيوب وبراعي أنه يكون اللينك طويل. كمان أقدر أضيف الويب سايت بتاع الجامعة، وأقدر أضيف كل البيانات اللي أنا عايز أعرضها للزائر. الجامعة كمان تقدر تضيف كونتاكت بيرسون ليها، الناس تقدر تتواصل معاه، ولو ما كانش برايفت نمبر ممكن يكون رقم مختصر للجامعة. وكمان بنوفر ايقونات للسوشيال ميديا، الجامعة تقدر تختار ما بين 5 مواقع وتضيف اللينك بتاعها وتدوس اد. اللوجن انفورميشن هي اللي اتبعتت لكم وبناء عليه دخلتم لحد هنا. الستاند انفورميشن بنقدر نشوف الريسبشنست بتاعنا اللي بيمثل الجامعة، متاح عندنا 8 شخصيات. الانر ستاند هو الستاند او شكل البوز بتاعنا، وكل بوز من التسعة المتاحين في مساحات اعلانية، كل واحد حسب المساحة الاعلانية بتاعته مكتوب جنبها المساحة بتاعتها كام في كام، فيقدر المصمم بتاعنا يصمم اعلانات متوافقة مع المساحات المطلوبة. بنراعي انه ما يكونش حجم الصورة يتعدى 2 ميجا. القائمة الرئيسية اللي بعد كده هي قائمة داونلودز، ومن خلال القائمة دي نقدر نضيف للزائر كل الملفات اللي احنا عايزينه يحملها. ممكن نصنفهم حسب البرنامج، ممكن نصنفهم حسب المواد الدعائية اللي عندنا، ممكن نصنفهم حسب الفرع بتاع الجامعة. ازاي بضيف مادة فيها؟ بضيف من خلال زرار بتاع اد، بيخليني اكتب اسم الملف والوصف بتاعه واختار الملف من على جهاز الكمبيوتر. القائمة اللي بعد كده هي بتاعت الكونتنت تايبس، ودي لوحة التحكم اللي الطالب بيقدر يشوف البيانات بتاعتي من خلالها.
من خلال الكونتنت تايبس تقدر الجامعة تضيف عدد الزراير وتختار الايقونات المناسبة ليها وتختار نوع المادة اللي هتحطها جوه كل زرار منهم. ممكن تضيف هنا فيديو، ممكن تضيف لينكات من على اليوتيوب، ممكن تضيف بانرز وبوسترات، ممكن نضيف كمان دوكيمنت، ممكن كمان نصنفهم حسب الابليكيشنز، ممكن نصنفهم على حسب فروع الجامعة. لو عايز اضيف زرار جديد اقدر اضيف من خلال الاد، بيظهر لي عدد كبير من الايقونات، بختار الشكل المناسب وبكتب اسم الزرار والتايب بتاعه اللي انا هضيف فيه المواد بتاعتي. ممكن اختار انها بانر واقول له سيف. هرجع للمنيو الرئيسية بتاعت الكونتنت تايبس واختار اسم الزرار اللي انا ضيفته فايلز واضيف فيه البيانات اللي انا عايزها. القائمة الرئيسية اللي بعد كده اسمها Representative، ودي كل جامعة تقدر تضيف عدد ممثليها المسموح بيهم. بروح برضو عند زرار Add وبكتب اسم الايجنت بتاعي وبكتب الايميل وبكتب تليفونه وبكتب اللوجن انفورميشن بتاعته، اليوزر نيم والباسورد. ممكن في الاسم بتاع الايجنت بتاعي اكتبه باسم الادارة زي Admission او باسم الفرع او باسمه الشخصي. اول ما بكتب اليوزر نيم والباسورد وادوس سيف، بيروح للشخص الممثل للجامعة على الايميل بتاعه اللي احنا سجلناه، البيانات بتاعه دخوله على الوجهة بتاعته من خلال قائمة ايجنت. الصلاحيات المتاحة لممثل الجامعة هو فقط التحدث مع العملاء. القائمة اللي اسمها messages هي واحدة من اهم وسائل التواصل ما بين الطالب والجامعة، ومن خلالها بيقدر الطالب يضيف attachment للرسالة بتاعته. بتظهر لي في القائمة دي واقدر اقرأ الرسالة بتاعته، بيكون فيها بيانات الطالب اللي بعت الرسالة والملف اللي بعته مع الرسالة. يقدر الطالب يبعت لنا فيدباك عن زيارته للمعرض او الجناح الخاص بالجامعة، وكمان يقدر يبعت لنا ابليكيشن من اللي احنا حطيناهم في الداونلودز بعد ما يكون ملاه. كود مانجمنت هي قائمة بتحتوي على الطلبة المحتملين اللي وصلوا لحد الجناح بتاعي وطلبوا ان هم ياخدوا اوفر من عندي. هنلاقي فيها بيانات كاملة لكل طالب، وبنفضل ان احنا نتواصل مع الطالب دوت اثناء فترة المعرض او بعدها. قائمة فيزيتورز هو من اهم القائم اللي عندنا، اللي فيها الداتابيز بتاعت كل الطلبة اللي زاروا الجناح. اقدر اعمل سيرش من خلال الموقع، وكمان اقدر اخرجهم في شكل اكسل شيت احتفظ بيه بعد فترة المعرض. القائمة اللي بعد كده هو برنامج مدمج داخل السيستم بتاع المعرض، ولازم اكون فاتحه عشان اقدر استقبل الرسائل بتاعة الطلبة والزوار. الابليكيشن بتاع الشات هو الواجهة اللي بيقدر الايجنت يدخل عليها، ومن خلالها بيقدر يشوف كل الهيستوري اللي حصل ما بينه وما بين الطالب، وكمان بيقدر يشوف بعض البيانات الخاصة بالطالب اللي بيتكلم معاه. كمان في خدمة الفيديو كول، وهي متاحة في اتجاه واحد فقط من الجامعة او ممثل الجامعة للطالب، ومش متاحة من اتجاه الطالب لممثل الجامعة. في حالة ان انا حبيت كممثل الجامعة اعمل اي كونتاكت مع الطالب اللي بتكلم معاه، فهطلب منه ان انا هعمل معاه فيديو كول. اول ما بدوس على فيديو كول بتروح رسالة للطالب بتقول له ان ممثل الجامعة اللي اسمه Admission بيكلمك من البوز بتاع إديوجيت، ممكن تقبل او ترفض المكالمة الفيديو. الايجنت بيقدر يدخل على الابليكيشن بتاع الشاتنج من خلال الايميل اللي بيروح له اول ما بنحط بياناته في الريبريزنتيف، او من خلال انه يكتب online.educate-eg.com/agent. الايجنت غير مسموح له بانه يعدل اي بيانات للجامعة جوه الستاند بتاعه. اثناء فترة انعقاد المعرض، الموقع الرئيسي لإديوجيت هيجيب الطالب للواجهة دي مباشرة. يقدر الطالب يدخل اليوزر نيم والباسورد اللي عمل لهم ريجستر في الاول. اول حاجة بتقابل الطالب بعد ما بيسجل دخول هو مدخل القاعة. لو نزل في الويب سايت من تحت هيلاقي شكل القاعة من الداخل، وفيها كل العارضين. كل المناطق الصفراء هتبقى بعد كده فيها اللوجو بتاع الجامعة. الطالب يقدر يتعرف على العارضين من خلال اللوجوهات بتاعتهم المتاحة، او من خلال ان هو يتحرك بالماوس فوق كل جامعة ويشوف البيانات بتاعتها. في كمان طريقة الطالب يقدر يوصل لنا بيها من خلال الجزء الخاص بالسيرش. الطالب يقدر يكتب اي حروف موجودة داخل اسم الجامعة، او بيقدر يختار البلد اللي الجامعة قالت ان ليها فرع فيها، او من خلال البرنامج اللي الجامعة قالت انها بتقدمه.
البروموشن فيديو هو اول حاجة بتكون ظاهرة لما بندخل اي جناح من الاجنحة. كمان لوحة التحكم اللي احنا وفرناها للطالب، اول حاجة بتبقى فيها المعلومات اللي احنا ضفناها عن الجامعة بتاعتنا، كمان قائمة جيف فيدباك اللي الطالب بيقدر من خلالها يبعت لنا اي ملفات بنطلبها منه او حتى يبعت لنا فيدباك عن مشاركته في المعرض. الزرار اللي بعد كده هو داونلود اللي فيه الملفات اللي احنا وفرناها للطلبة، تقدر تعملها داونلود بمجرد انها تضغط عليها. بقية الزراير احنا ضفناها، فيها على سبيل المثال زرار بريزنتيشن، ضايفين فيه فيديوهات عن معرض ايديوجيت. الطالب يقدر يتواصل مع الايجنت بتاع الجامعة، كل الايجنت في الحالة ديت اوفلاين، وفي حالة ان هما اونلاين الطالب يقدر يختار اي واحد عايز يتكلم معاه وبيبدأ يسأله كل الاسئلة اللي عايز يسأل عنها. لو الطالب فتح الشات من الواجهة الرئيسية للمعرض هيلاقي كل الجامعات وكل الممثلين ديها. كمان عندنا سيمينارز متاحة طول فترة المعرض بمعدل 4 سيمينارز في اليوم. ايديوجيت بتستضيف كل السيمينارز اللايف وبيقدروا الطلبة يحضروها. كمان قائمة بتاعت كامبينز فيها كل البوسترات المتاحة عن كل العارضين في المعرض. القائمة بتاعت بروفايل سيتينج، جوه بروفايل سيتينج يقدر الطالب او الزائر يضيف كل البيانات الخاصة بيه ويختار البرنامج اللي هو مهتم بيه والدولة المهتم يدور على جامعة فيها. كمان بيظهر في الابليكيشنز ويندو الابليكيشن اللي الطالب طلبها من الجامعة لما داس على جيت اوفر، والبروفايل يقدر الطالب يكمل فيها بياناته ويرفع صورته. في نهاية الفيديو بنتمنى لكم كل توفيق وشكرا لحسن استماعكم.